اخر حاجه بقى ينفرد بيها الدوري المصري، ودي بقى ايه احتاجت بحث كبير، تشوف كل حتى بقى انا ما تشوفها، حتى تشوف برضو جزر القمر، يعني تشوف كل الدوريات اللي فيها. الدوري المصري هو الدوري الوحيد اللي هيبدا موسمه السابع على التوالي بدون جمهور. اوكي. التجربه دي موجوده وجدت في تونس، وهي الثوره بتاعتها كانت سابقانه ب 12 يوم تقريبا، ثوره تونس سبقت ثوره يناير ب 12 يوم بالظبط. اتلعب الدوري التونسي بدون جماهير قد ايه؟ موسم. اتلعبت بعض مباريات انفراديه كده في الدوريات الاوروبيه بدون جمهور كعقوبه للنادي. منهم مباراه كان التعليق بيب جوارديولا مانشستر سيتي من حوالي 5 سنين امام ايفرتون، وكانت في مشكله من جماهير ايفرتون، اتلعبت المباراه بدون جمهور. كان تعليق طريف جدا لبيب جوارديولا، قال لك ارجو الا نلعب هذه اللعبه مره اخرى. اعتبر ان المباراه كره القدم اللي بدون جمهور دي لعبه تانية، اسمها بقى ايه، اسمها فنكوش، اسمها اي حاجه، بس ما اسمهاش كوره، لانه لا وجود لكره القدم بدون جمهور. واحنا سابع موسم على التوالي منذ الواقعه اياها بتاعت 1 فبراير 2012 بدون جمهور. فطبعا ادي الثلاث حاجات اللي يتفرد بيهم الدوري المصري مش موجودين في اي حته في الدنيا. دي البدايه. اه طبعا، يمكن بضم صوت لصوتك طبعا، ويمكن متعه كره القدم واكثر ناس متاثره بغياب الجمهور هو الانديه الشعبيه وتحديدا النادي الاهلي. طبعا. وخليني اقول لك يعني بمنتهى الوضوح، يعني العامل الجمهور ده عامل مهم جدا في مقاومات البطل. مقاومات البطوله، يعني في فرقه كويسه لكن ما عندهاش مقاومات البطوله، وفي فرقه عندها مقاومات البطوله. مش بالضروره تبقى انت صاحب مثلا الرصيد الاكبر او اكبر عقود موجوده عندك ولا حاجه وتاخد البطوله. المقاومات البطوله عده عناصر. مظبوط، عوامل تانية خالص، عدة حسابيه عناصر. منها مثلا على سبيل المثال الجمهور، عدده، الاستقرار الاداري اللي عندك، الاستقرار اللي